لحد الان تسجل كاينين دابا جوج الحوايج. كاين ديجا انا هضر مع محسن ديال فناير، عندهم استوديو في مراكش كاليتي بروفيسيونيل، غادي ندير فيها لا بريز دو سون، كاع البريز دو فوا غادي نديرها تما، دونك غادي يكون عندي لي ميزا بلا بروفيسيونيل. بالنسبه للماسترينغ راني ان شاء الله ناوي نديرهم في فرنسا، فهمتيني. سينو باقي واحد البروجي اون فيو ديال غادي نصوب، راني خدام فيه على قبل انا وشي دراري صحابي، على قبل غادي نديرو استوديو. الى خرج قبل منا، الى 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 داكشي تحقق وكان صريفة قبل منا، قبل منا نطلع الالبوم، راني غنسجلو عندي بلا ما غنسجلو عند فنير. و سينو غادي نسجل ديريكت مع عند فنير. تفاصون هو محسن هو اللي لقيت معاه بان غادي نسجل عند واحد خينا كيتصنت للراب بريمو، فهمتيني. دونك غادي يدير لك لي بريز سولون اللعبات اللي بغيتي انت، ملي غتقول لي حاجه غيفهمها، ماشي غتمشي عند واحد العام اللي طالو ويسجل الشعبي والراي، غادي تقول لي انا بغيت بريدج في الدخله ديال الفيرس الثاني، غيبقى يحالفك فمو، فهمتيني. دونك هذه هي الاولى والثانيه صاحبي، دونك غادي نتفاهم معاك بزاف الحوايج. داكشي علاش الجروبات اللي خارج كازا اللي كنقدر نتصنت لهم وكيقنعوني، عندك مسلم وزنقة فلو، نهار اللي تصنت الكومبيل ديال بوزيتيف كونسيبت سمعت المورسو ديالهم فهمتيني، عجبني بزاف وفرحت من واحد الناحيه، فهمتيني. كيف ما فرحت من واحد الناحيه، كيف ما كتولي تشالنج، كاين كتمنى كتعرف بان كاين واحد اللي كيدير واحد الحاجه زوينه، دونك خصك حتى دير حاجه زوينه. هذه داخله في كومبيتيسيون، ماشي جيني ابار صحبه وابار اي حاجه. ولكن كما قلت لك فرحت من واحد القضيه، حيت ملي واحد كيطلعها من كونت اخر فهمتيني، وهي كتطلع من كونت اخر عاوتاني، راه ضروري مره بغا يطلع من كاع القنات، ماشي بالضبط كتلقى مدينه وحده ولا جوج ديال هذا، راه طنجه، راه كازا، راه مراكش، راه مكناس. دونك الى بقات طلعات في كل، الى عطاونا كل مدينه عطاتنا رابر واحد مزيان، راه غادي نوصلوا كامل، غنوصلوا مات. لا انا عطيتك زعما الى كل مدينه ماكسيموم قدرت تحط غير رابر واحد، فهمتيني. راني عارف ان كاين كثر، راه غير طنجه راه فيها القشلار، فيها مسلم وسنقاء، فيها الدراري لاين، في بزاف الدراري اللي كتسند ليهم وما كدوش الموصو، فهمتيني شنو بغيت نقول. وانت باغي تحفر لي ورقه ولا حفرتيني زين صافي دوما الجروب اللي هادشي دابا هضرنا غير في، لا بالعكس كان عندي الزهر كيف ما كيقولوا، ولو فيت كو لفت عشير فناير، دونك قدرت نسمع شي مورسوات ديال الالبوم الثاني اللي باقي ما غيتلاحش، دونك سمعت شي لعبات اللي عجبوني بزاف فهمتيني. ولكاع اللي ما عجبوش الالبوم الاول نقول ليه بان الالبوم الثاني راه فيه شي توشيات واعرين بزاف، بيرسونيل مو عجبوني. كاليبر في مكناس، كاليبر داكشي اللي كيطلق كيعجبني بجد فهمتيني. انا جبتها لي سيركونستانس، تلاقيت انا وياه في البروجي ديال اكادير وفرنسا، هذا ما كنتش نعرفو سيريوزمون، انا مش تلاقيت انا وياه في البروجي ديال اكادير تلاقيت انا وياه في البروجي ديال اكادير واللي كانوا دايرين البوسفوبي وهذا ما كنتش كنعرفو، ولكن هذا البروجي ما ندمتش علاش تلاقيت انا وياه وعرفتو وحترم داكشي اللي كيدير. دراري بحال يوسف نتيجة الكنية، مي فسلا كيدير راكا وهذا، ما عمري ما كنت نسحب ان كاين دراري هنا في المغرب كيديروا راكا بالعربية، ودري يحترم على داكشي اللي كيدير فهمتيني. كيف ما قلت في مراكش كيعجبوني فناير، كاين واحد الدري الله طالع في مراكش للكومي تا هو كيلوح شي لاباس مزيانين فهمتيني. في كازا راه را 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 باينين الدراري ديجا خدمت معاهم بحال ماسرا فهمتيني، ذي كاي اس عندهم شي لعبات قدام، باسكو دابا مابقاوش كيخرجوا بزاف، مي بون عندهم شي لعبات قدام اللي كيخليهم تا هما كانوا ما بين الاولين اللي تلاقيت معاهم في لاسين ديال كازا. ام سكواد ما يمكنش نكرو بلا كاين شي لعبات اللي عندهم انا كيعجبوني بزاف، كاين بزاف الجروبات ولكن هادشي اللي عندي دابا في راسي.